بعض الناس مهمته في الحياة هو أن يجعل قلوب الصالحين تضيق وأن يصب عليهم الحزن صبا صبا. فكم من عالم يسب ويشتم، قنوات تخصص برامج لسب العلماء والطعن فيهم، وبرامج تخصص للسخرية والاستهزاء بالعلماء. لا يدري لعل العالم في تلك اللحظة ساجدا بين يدي ربه ودموعه قد نزلت على الأرض. ألا يتقي هؤلاء أصحاب الألسن، ألسن السوء، ألا يتقوا الله في أنفسهم أولا ثم يتقوا الله في غيرهم؟ هذه رسالة تقال لكل تقي، لكل بار، لكل عالم وقف الناس ضده وحاولوا أن يعتدوا عليه وحاربوه ووصفوه في جسمه، في علمه، في سلوكه، في عبادته، في طاعته، سخروا منه. القرآن يحبس في أذنك ويقول لك: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. الله يعلم ما مدى ضيق الصدر الذي وصل إليك. بالله عليك، يسبك من لا يعرفك، ويشتمك من لم يرك ولم يتحدث معك. أي ظلم من الناس في هذا الزمان؟ لكن السؤال، هؤلاء أصحاب القول السيء والمستهزئون، هل يبقى كلامهم؟ هل يعيش؟ لا والله، عمره قصير، عمر كلامهم أقصر من أعمارهم، انتهوا، بل صاروا سبة، بل صار الناس يقولون فيهم. أما أولئك أصحاب الهامات والقامات، العلماء والعظماء والدعاة، بقي ذكرهم كالمسك يفوح، لا تنتهي رائحته الطيبة أبداً.